صراحة كان المخطط إشي تاني تماما لهاي الحلقة، كنت حابة إني أصور لكم هيك زي جولة سريعة في برلينغتون، يعني إنه أفرجكم أكثر من شغلة، بس نظرا لأنه علوش كان بده كل شيء في المحل فاضطريت يعني إني أبعد عن قسم الألعاب ما صورت لكم إشي فيه، وهيك صارت حلقة كتير لذيذة يعني مختصرة على شوية أشياء، إن شاء الله تعجبكم يا رب. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بقناتي انا فيدا على اليوتيوب. اليوم بدنا نعمل انا وعلوش هاي العوامه. بدنا نعمل عوامه. متذكرين اللي حضروا الفيديو السابق فاكيد شفتوا العوامه هاي، رح نعملها اليوم انا وعلوش. يلا نبلش علوش. يلا احكي يلا نبلش ما بعرف. يلا جاكيتك بتضوي، امشي اشوف كيف تضوي عشان بالليل نشوفك منيح. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بقناتي انا فيدا على اليوتيوب. اليوم حلقتنا راح تكون كتير حلوه بمحل اسمه برلينغتون، راح اخذكم جوله فيه ونبلش انا وعلوشي وساره والناس اللي بتابعوني من برا امريكا. برلينغتون هو محل للتصفيات، يعني فيه ماركات بيبيعوا ماركات من اواعي من العاب من كل شيء يعني موجود عنده، بس براندز يعني اغلبها، وبيبيعوها باسعار كتير منيحه، يعني اسعار اخف او ارخص من المحلات نفسها اللي بتبيع هاي البراندز. حلقتنا لازم تعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ولايك لهذا الفيديو، ويلا نبلش. شوف علوش شو شاف اول اشي انتبه عليه، هيدا افرجيكم هون شو في اغراض للبيبيز حلوة هي، عشان الناس اللي بعتوا ابنهم مصاصات صناعي. طلعي بتكون اختراع رهيب، بتحطها بالطعم البيبي يعني الحليب، وهي بتكون بتقدر تمسك ايديها يعني تشتغل بشيء ثاني. هاي مثلا بتقدر تعطيها للابو كثير حلوه، يعني عليهم افكار ب $20. هذا لسه بنقي، شو بتنقي؟ اقعد. طيب اقعد. فهاي يعني بتقدروا تعطوا لجوزكم ويرضع براحته ب $20 تشتري راحتكم. هذا زي بالجوزكم. في عندكم هدول الكاسات، هدول اللي هون بجننوا، هدول ما بكبوا مي ابدا. طلعوا كيف مبداها، الولد هيك بشرب من هون بتمه بعص فبنزل له المي، بس لما تكبوها هيك ما بتنكب. هاي سعرها $5 كمان، وفي منها للصغار البيبيز عشان يمسكوها برضه $5. هذا كل شوي بده شغل. شو بدك؟ فرشاية باتمان. احنا عندنا فرشاية ماما. لا بدي. بدك بس نروح بنفرشي. لا لازم كل شيء علوش بده. شايفين هاي كمان من مفضلاتي كتير بحبها، هاي بتحطوا للبيبي فيها وهو صغير يعني اكل البيبي فود، وبتصيروا انتو طالعين مثلا تطعموهم بالمعلقة هيك بتنزلوا بتعصوا عليها من هون بنزل الاكل. سعرها $4، وفي منها قطعة كمان موجودة معها قطعة للمي، وهي بتتسكر كمان بتحط المعلقة بتتسكر، كتير حلوة هاي فظيعة. طلع هاي فرشاية اسنان للاطفال باصبعك بتحطيها في الاصبع وبتفرشي، كتير حلوة فكرتها. سعرها $2، بدي اجيبها لسارة عشان لما تسنن افرشي الاسنان او حتى بتزبط لعلي. هلا نيجي لهدول اهم اشي في الحياة للدار، هدول عشان تسكروا البيبان مثلا. طلعوا كيف بتسكروا باب خزانة المطبخ، خزانات الدار، اي اشي يعني بدكم تسكروا من البيبيز بهاي. وفي عندكم احنا في امريكا عندنا هدول، هلا هدول سعرهم تنتين $3. هدول لتسكير البيبان عندنا في امريكا، هيك بتكون تسكيرة الباب بتحطوها برضو بتسكر زي باب الحمام، انا هيك مسكرته. $2 التنتين $2 يعني الوحده $1. وكمان هدول لتعون الكهرباء عشان تغطي الكهرباء. شوف كيف تسكيرات كتير حلوين بتحطوهم، هيها هيك بتيجي بتحطيها جوات الكهرباء
بيبي ما بلعب فيها. ماما وين طالع؟ وين طالع؟ يا بي صار واقف، طلعوا كيف واقف. استني استني انا بطل لك، انا بطل. شو بدك؟ لا ما انت جبت كات بوي، خلص بكفي. ليش شو رايك كمان؟ بده قال سبايدر مان. بقولي شو رايك؟ باتمان سبايدر مان. لا يا ماما هي انت معك كات بوي خلص. لا مش شو رايي، خلص كفيك واحد. فكر بده يشتري كل شيء. انا مش لازم جبت علي معي. شو بدك؟ باترول. هدول قديش سعرهم؟ ستين ونص. شو؟ ستين ونص. سعرهم هدول سعرهم $7 يا ماما. هدول البيبيز. لا لازم البيت. هات. طب هدول ليش هدول معك؟ طيب بده كل شيء علي. شوفوا هاي النونية ما أحلى فكرتها. زي كأنه كرسي كامل بجيبوه بعلموهم النونو عليها، يعني حلوة كتير صراحة. في منها أشكال وألوان. هيها طبعا هذه ما أحلاها. سعرهم استنى نشوف قديش السعر. هيو $20. 20 هدول حلوين كتير. هي في لها سيفون كمان كل شيء. عشان عندنا كتير ساعة الدنيا. طلع شو هاي؟ هاي بتخلي المحارم الوايبس. ما بدي. ماشي هلا برجعهم. هدول بتخلي الوايبس يصيروا سخنين شوي، بتسخنهم على أساس لما تمسحي للبيبي ما ينصعق من كتر الساعة، لأنه عندنا كتير ساعة. فتطلعوا ما أحلاها. سعرها $19 هاي بتسخنهم. حلوة فكرتها كتير. علي بس واحدة بدنا نختار، يا هاي يا هديك. ما بيصير تنتين. احنا اليوم لا مش اثنين، احنا اختار بدنا نختار واحدة. انا وعدتك بس بشيء واحد مش اثنين. اثنين اثنين. هات يقنع نقنع عاد. هاي طلع شو هاي؟ عبارة عن زي مساكة، يعني على اساس تحطها البيبي على المصاص تبعته بمسكها، اذا وقعت منه بالسيارة ولا اشي بضلها بقدر يطولها. برضو سعرها $3. في منها اشكال والوان زي حزام يعني ليمسك البيبي. شو مالك علوش؟ قال بحكي لي رجعيهم هدول، اجينا قسم الالعاب بحكي رجعيهم هدول. يا حبيبي انت شو محتار؟ محتار انا مش لازم اجيبك عند الالعاب. لا خلص بس اشي واحد يا حبيبي. لا هدول. شو هدول؟ كات بوي. ما انت معك واحد كات بوي. لا ما بدك هدول؟ طيب هات نرجعها. كل شوي بختار اشي جديد. انا بس اشي واحد بدي اجيب لك. ما بدي هدول. طيب ما بدك؟ بدي شو بدك لونه؟ كاتبوي. شو بدك اي لون؟ هدول. ما احكي لي اللون شو؟ هذا الاحمر؟ لا لا هدول الكبير. كبير؟ وين هذا؟ مش كاتبوي. هذا؟ هذا مش كاتبوي. يا ماما هذا مش كات بوي. هذا كات بوي. بدنا الصغير احنا. شو بدناش كبير؟ نشوف قديش سعر الصغير. هذا $9. هذا اصلا بينفعش مش لاشي. اسمع 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 احكي لك، بناخذ الصغير هذا وخلص. حلو طلع شوف ما احلاه. شوف جنن صح؟ بدي شوف يعني هو انا كل الزيارة بكون الكات بوي. شو مالك؟ الجاجو والكاتبوي. طيب شو رايك الجاجو والكاتبوي؟ انا اصلا ما كنت جايه اني بدي اشتري له، انا جايه بس هيك اتفرج واصور لكم يعني. وقلت باخذه مشوار كل شوي. شو رايك بنشتري؟ شو رايك نشتري؟ شو بدك؟ جاجو والكاتبوي. بس واحده، بس شيء واحد. الجاجو والكاتبوي. بس شيء واحد يا ماما. الجاجو والكاتبوي. بده جاجو والكاتبوي. اي شوف هذول الجاجو والكاتبوي. بجيب لك الاخضر منيح. الجاجو والكاتبوي. هذا خلص بكفي واحد. ما بدي. ما بدك؟ بلاش. ان شاء الله اليوم نطلع يعني. بدي. ان شاء الله اليوم نطلع من المحل سالمين. كل شوي بدي وبدي. خلص خليك على كاتبوي. احنا عندنا بكابتن امريكا صح؟ ماشي ماشي يلا نمشي. انا لازم اطلع من قسم الالعاب باسرع وقت ممكن. جاي بدي افرجيكم بس لا مش راح افرجيكم قسم الالعاب، خليكم بدونهم. الحمد لله رضي بهاي الزرقاء واخيرا. خلص بس هاي ماشي ماما. صراحة هدول حلوين. مشكلة يا جماعة وين نحطهم هدول؟ طلعوا سارة في الكار سيت هون ماسكة جاكيتاتنا وعلي ورا. مش مجال نحطهم غير جنب علي، يا خوفي يتكسروا. زيحي ماما امسكهم منيح اوكي؟ لا انا هعمل كاتبة.
لا انا حامل كتبه. طب احملي المقات معك، خليهم شوفوا هون في لوحات كمان حلوه. حبيبي شطور، برافو عليك. خلصنا بدنا نروح نحاسب. هاي هناك رح حاسبوا، شوفوا صايرين مصغرين الممرات، حاطين مسافه بين كل واحد والثاني على اساس انه الكورونا. تفضل. مبروكة. شو الواحد بيحكي لماما؟ شكرا. شكرا. عفوا. حلوة؟ ايه. شكرا. هيك بننهي حلقتنا معكم لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، واهم شيء اذا عجبتكم تكبسوا لايك وكمان تعملوا سبسكرايب لصفحتنا وفعلوا زر الجرس. فالى اللقاء.